البنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا طرطه بالكراميل بمكونات جد بسيطه وتقريبا في 10 دقائق بدون جينواز وبدون فرن. المهم ما نطولش عليكم، يلا معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذوا واحد الاطار، غادي نعملوا فيه هذا الكيك ديال كيتباع في محل البقاله ولا عند الكلاي، كتكون واحد لاجينواز بحال هكا، هو كيك ومحشو بالكاكاو كيجي رائع جدا، يعني المذاق ديالو بحال لاجينواز. غادي ناخذوا هاد البسكوي، تقريبا هاد الكيك راه كيسوى تقريبا 2 دراهم، يعني ما غاليش 2 دراهم. انا هنا تقريبا عملت واحد 3 ديال الباكيات، حضرت اطار شويه كبير، يمكن لكم ديروا اطار صغير، غتحتاجوا فقط 2، قسمته على 2 وعملت هذيك الطبقه ديال الكاكاو من الفوق وبديت كنستفو في الاطار ديالنا، يعني كنحاول نعمر هذاك الاطار من الداخل بالكيك. كنتمنى تجربوا هذا الكيك، راه كيجي رائع رائع رائع، احسن ما تشدوا البسكوي وتطحنوه وتخلطوه يعني مع الزبده ولا مثلا مع دانيت. ننصحكم يعني تجربوا هالطريقه هذه، راه كتجي سهله وسريعه وبالنسبه للذا كتجي رائعه في المذاق. المهم انا هنا كيف كتشوفوا يعني بديت كنعمر هذاك الاطار ديالنا. كنحاول نعمر هذوك الفراغات، يعني تحاولوا تعمروا الفراغات كاملين ديال الاطار باش كيتجيو متساويين ومتناسقين، يعني فين ما بانت لكم شي بليصه خاويه تعمروها بهذاك الكيك. صافي كيف كتشوفوا، ومن بعد غادي نبقى نضغط عليه بهاد السباتول كيف كتشوفوا باش تجينا الطبقه متساويه، كتجينا طبقه متساويه وكيتلم لينا هذاك الكيك. ومن بعد غادي ناخذوا واحد الكسرونه، غادي نعملوا فيها تقريبا 1/2 لتر ديال الحليب، وغادي نضيفوا لها تقريبا 2 ساشيات ديال فلون كراميل. انا هنايا كيف كتشوفوا ضفت 2 ساشيات صغار ديال فلون كراميل، وغادي نضيفوا تقريبا واحد بالنسبه للسكر سنيدة كيبقى اختياري عندكم ميزانكم. انا هنايا تقريبا غادي نضيف 2 معالق ديال السكر سنيدة، الحلاوه كتبقى حسب الذوق. ومن بعد غادي نضيفوا واحد 3 ديال المعالق وواحد 3 ديال المعالق ديال النشا مايزينا، يكونوا معالق يعني تكون عامره المعلقه كيف كتشوفوا على هذا الشكل. يمكن لكم تعوضوها بالكريم باتيسير، ولكن انا كنفضل النشا، يعني مايزينا كتعطي مذاق احسن. صافي غادي نخلط العناصر كيف كتشوفوا، نخلط المكونات كامله عاد نعملوها فوق البوطه. صافي من بعد ما عملناه فوق البوطه وكتشوفوا الخليط يعني ولا على هذا الشكل، كولينا هذه الفقاعات يعني عقاد، غادي نحيدوه من فوق البوطه كيف كتشوفوا، راه كيجي عاقد، كيجي ثقيل شويه وعاقد. غادي نضيف ليه تقريبا واحد 50 غرام ديال الشوكولا ابيض، الشوكولا ابيض هو من الاحسن ديرو داك الشوكولا غيش كيعطي واحد المذاق تيكون بنين، ولكن ماشي مشكل، يعني انا هنا ما كانش متوفر ليا كميه ديال الشوكولا غيش، زدت
قطع الشوكولا ديال غالا ولا كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نخلط مزيان حتى نحسوا بداك الشوكولاط بدا كيدوب لينا في الكسرونه، بدا كيدوب لينا في وسط الخليط. وغادي نضيفوه على الطبقه ديال الكيك ديالنا كيف كتشوفوا. راه كيجي عاقد يعني دغيا كيقبط راسو. وغادي نحاول نسرح الجوانب ديالو باش يجينا الطبقه متساويه. غادي نخليوه يقبط راسو كيف كتشوفوا، يعني برد لينا شويه. وغادي ندوزو نحضروا الطبقه الثالثه ديال الكراميل. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجو تقريبا هنايا واحد كاس ديال الماء، غادي نعملوه في كاسرونه. غادي نضيف له واحد المعلقه ديال سنيده، وغادي نزيدو واحد الساشيه ديال الفاني، ومن بعد واحد الساشي ديال فلون كراميل، كيف كتشوفوا يعني هنايا تقريبا كاس ديال الماء عملت فيه هذا كامل. وغادي نخلطوا المكونات كامله، وغادي نعملوها فوق البوطه. غادي نبدا نخلط حتى نحسوا بهذاك السكر داب لينا في وسط هذاك الخليط هو والفلون. ومن بعد غادي نعملو فوق الطبقة الثانية من بعد ما قبضت لينا راسها كيف كتشوفوا، يعني هي شدات راسها. يمكن لكم تخليو هاد الفلون حتى يقبط راسو شوية تحسو بيه برد، وتعملوه من الفوق باش ما يحفرش لكم هذيك الطبقة الثانية ديال التورتة. انا هنا كنت مزروبة شوية يعني درتو مباشرة. وهنايا من بعد ما قبط لينا الطبقه الثالثه راسها غادي نزينوها. بالنسبه للزين كيبقى لكم اختياري، انا هنا زينتها بواحد شويه ديال اللوز افيلي، كل لكم تسوقوها باش ما بغيتو. عمرت الجوانب ديالها باللوز ديال افيلي كيف كتشوفوا. صافي، وهنايا زينتها بهاد الخطوط ديال الشوكولاط ابيض وبهاد الكراميل، يعني تزين بالكراميل كيف كتشوفوا على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تزوقوا باش ما بغيتوا. صافي، ورشيتها بهاد الحبيبات، يعني كيعطيو واحد المنظر رائع، حبيبات ديال الشوكولا. بالنسبه للتزيين ديال هاد الكراميل، هاد الطريقه ديال التزيين بالكراميل، غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الفيديو نوريكم يعني الطريقه ديال التزيين سواء بالشوكولات او بالكراميل، الا بغينا نذوقوا الحلويات ديالنا او التورطات. كنتمنى البنات تكون هاد التورطه عجبتكم، يعني ما كتحتاجش الوقت بزاف، يمكن لكم دغيا توجدوها بمكونات جد بسيطه، والثمن ديالها يعني ماشي تورطه يعني مكلفه. والاهم من هذا الشيء يعني بدون فرن بدون جينواز، يعني ساهله كيف كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. كنتمنى البنات يكون الفيديو نال اعجابكم.
مع فيديو جديد إن شاء الله، وبسلام عليكم.